حج مبرور ونطلب من الله أن يتقبل منا هذا الحج ونكون من المغفورين وندعي لأمة الإسلام بأكملها بالخير والعافية إن شاء الله ونصلحها وندعي لليمن خاصة وجميع بلاد العرب أن تطل أمن والأمان وندعي لجميع أمة محمد والحمد لله. من الناحية العامة نتمنى إنه كل الدول العربية والإسلامية تعيش في وئام وسلام وترقى رقي العالم الأول إن شاء الله. على المستوى الخاص نتمنى سنويا نزور الأراضي المقدسة إن شاء الله، أنا وأسرتي وعائلتي وزوجتي وأولادي. الفرحة تمحي كل شيء، الفرحة فرحة وجودنا في عرفة، والفرحة ما شاء الله اللي احنا الناس اللي شايفينها هنا من توزيع أغذية، من مشروبات، من اهتمام، من كل شيء، كل شيء دي يخليك تنسى التعب. وبعدين ده حج هو يعني الفريضة الخامسة، ومرة واحدة في العمر بتعملها،